شو كنتوا تغنوا؟ هلا هي تفتري علي انه بلش انت ايه بقى مره قالت لي قالت لي انت انت بتعرف هيدي حبيبي هو قلت لها وانت حبيبتي كمان <applause> حبيبي هو هي اللي بغنيها صالح عبد الحي اوكي ايه بتقول هي حبيبي هو ترررر هو عليها الأمير الناهي ماهوش بايد البعاد والقرب والله اللي ملك هو واللي حكم هو اللي ملكي يا عم طرفين يا هو واللي حكم هو اللي ملك اه وحكم اه وامر هو واصدر اه هو, هو من هال من هالموديل <applause> بس كان معروف انها بتحب كثير اغاني ام كلثوم طبعا هي يعني معشوقه لام كلثوم اكيد غنت لها الاطلال، غنت لها سيره الحب، غنت لها انساك، هو صحيح ايه كانت وام كلثوم كانت تتعزى كثير يعني تحب تسمعها فكان كان عندها شغف بام كلثوم هي